مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تختار العديد من النسوة شراء حلويات العيد الجاهزة بدل تحضيرها بأناملهم ربحاً للوقت والتكلفة. احنا كما نقولوا يساعد المرأة، وليد شريه الكاطو يجيك كما نقولوا احنا بون ليدي خير من اللي تخدمه، باسكو اللي تخدمه يجيك تكاليف كما نقولوا بزاف، وسيرتو هذا الوقت اللي احنا وسيرتو المرأة تتعب، تتعب المرأة الخدامة تتعب على اللي نقولوا حنايا ماكيته في البيت. إقبال كبير على طلبيات الحلويات التقليدية أو العصرية استقبالا وتحضيرا لعيد الفطر المبارك. يجينا كوموند من عند النساء اللي ما يعرفوش يخدموا ولا عند ما يقدروش يخدموا في الدار، يجوا يكوموندوا من عندنا الكاطو نخدموا لهم، كاين تشارا، كاين الصابلي، كاين البقلاوة، كاين جميع انواع الحلويات نطيبوه لهم. كان حلول عيد الفطر المبارك يعني إقبال كبير على الحلويات، يعني الناس تولد تفضلها جاهزة أحسن يخدموها في البيت وتسقرنوا مع يعني أقل. موائد عيد الفطر المبارك لا تحلو إلا بوجود ألذ وأطيب الحلويات، فصنع أو شراء حلويات العيد عادة حميدة ذأبت عليها العائلة الجزائرية.